ام ديال سعيد صنهاجي زعما تلقيت الخبر ديالها كصاعقه، ما نكذبش عليكم لانها كنعرفها مزيان، ام اللي كان اللي جلست معها شحال من خطره، ام اللي تحدثت معها شحال من خطره، ام مرحه الله يرحمها الله يوسع عليها الله يسكنها فسيع جناته لانها عزيزه عليها. وهذا كنشوفوا في هذا الحشود اللي كاينه تبارك الله لهاد الناس اللي جايين يشوفوها اخر خطره، هاد الناس اللي جايين يحضروا الصلاه ديالها، هاد الناس اللي جايين يدفنوها، لان كنا لها لله ما اعطى لله ما اخذ. الحمد لله اللهم سكنها ان شاء الله فسيح جناتي، اللهم اجعل قبرها روض من رياض الجنه، اللهم ان شاء الله تجاوز عنها، لان المراه الله عمرها دار، امراه بشوشه، امراه ديال الضحكه، زعما تضحك معاك تنشط معاك، الله يرحمها. وكنا لها كما كنقولوا، ما كيبقى غير دائما كنقولها كيبقى غير الاعمال الزوينه، الخير والضحك والبسمه، لان بنادم يضحك ويبسم لانها راه صدقه.